خلينا بقى نبدأ، لأن حضرتك يمكن اديتنا خطوط عريضة يلا بينا. للمشهد كاملا، فخلينا نقف عند كل حاجة يعني ايه نقطة نقطة. خليني أبدأ من الشباب. يمكن حضرتك أشرت فكرة انه كل مجموعة من هذا المجتمع، مش عايزة أقسمهم قوي بس يعني انا فاهمة تقسيم حضرتك، ولكن الشباب طول الوقت كان متهم بأنه بعيد، بأنه مش مهتم، مش يعني صوتي مش هيفرق و و ولكن شايفين الشباب كان حاضر بقوة. هل الشباب كان حاضر فرس الرهان بقوة؟ في هذه الانتخابات هو الشباب المصري. الشباب كان حاضر بقوة علشان حس انه مثلا من تجمعات شبابية زي مثلا التنسيقية، او مثلا وجود حاجة زي مؤتمرات الشباب، هل او ان هم مثلا موجودين في الاحزاب المختلفة كصفوف اولى، هل ده ممكن يخليهم ان هم حاسين ان هم صوتهم مسموع، ولا مثلا عشان عندهم شعور بالمسؤولية بعد الأزمة اللي موجودة في يعني الإقليم أو الأزمات اللي موجودة حوالينا، ولا إيه بالظبط اللي مخلي الشباب النهاردة وإحنا بنرصد يعني في لجان مختلفة شايفين إنه الشباب حاضر؟ إيه السبب؟ خليني أكون واضح معاك ونتكلم بنوع من أنواع المصارحة والمكاشفة، أن أسلوب التعاطي مع الشباب خلال الفترة الأخيرة اختلف كليا وجزئيا عن ما كان يحدث منذ عشرات السنين. التقدير الذي حظى به الشباب خلال السنوات الأخيرة وإشراكه ضمن آلية التشاور مع صناع القرار من أجل الخروج بشكل مهم من أنواع التعاطي المختلف مع القضايا المختلفة، أدى بكل تأكيد إلى إحساس هذا الشباب بقيمته في المعادلة. الحياة عبارة عن معادلة، معطيات نحطها جنب بعض وصلنا لنتائج. هذه المعطيات لو فضلت تتعامل معها بنفس الشكل هتلاقي نفس النتائج، غيرت المعطيات هتغير النتائج. المعطيات كانت قبل كده ان احنا بنتعامل مع الشباب انه فئة من فئة المجتمع حلو زي الفل، ولكن ممكن كنا بنتعاطى مع ان هو ديكور بنكمل بيه المشهد بنكمل بيه الصورة. تمكين حقيقي كان صعب انك تلاقي تمكين حقيقي، ممكن تلاقي تمكين صوري، ولكن لما اصبح الشباب داخل مواقع المسؤوليه وحسستني ان انا مهم في المعادله، بكل تاكيد هوريك ان انا قدها. زمان كان في حد بيتعاطى مع الشباب وبيقول خليهم يتسلوا، دلوقتي بقينا نتعاطى بكلمه خليهم يشتغلوا، خليهم يشيلوا، خليهم النهارده يكونوا في مقدمه الصفوف. حضرتك اشرتي من شويه لمؤتمرات الشباب والتي استنت سنة حسنة أن يكون هناك رئيس الدولة بجانب شاب، سيد رئيس الوزراء جنبه شاب، سادة الوزراء بالكامل موجودين، وزير شاب وزير شاب وزير شاب. لو الصف ما كفاش بتلاقي الوزراء في الصف الثاني وساعات في أحيان الصف الثالث والشباب هم اللي في الصف الأول. الموضوع مش عبارة عن صورة، الموضوع عبارة عن فلسفة ومنهجية بيتم إرسائها داخل هذه الدولة عشان نوصل في الآخر للمشهد اللي حضرتك شفتيه. لما أنا أحس إن أنا عندي اهتمام كامل من القيادة السياسية لهذه الدولة أيا كان اسم الرئيس، لأن الدولة كمان برضو دي أحد النقاط المهمة التي ترسخ لعملية الاستقرار السياسي، أن الدولة تتحول من دولة أفراد لدولة مؤسسات. أصبح أسلوب التعاطي والمنهجية ليست فقط مرتبطة باسم شخص من الأشخاص أيا كان اسم هذا الشخص، ولكن هي تجربة تعمم في كافة القطاعات. ما يحدث في مؤتمرات الشباب بقيادة السيد رئيس الدولة يحدث أيضا في المؤتمرات الإقليمية الموجودة في المحافظات بقيادة المحافظين اللي هو بيعتبر بمثابة قائد الإقليم. عندي نفس الكلام لما بيكون في الوزارات والهيئات المختلفة، فكرة إشراك القيادات الشابة في منظومة صنع القرار اداني مشهد مختلف. اللي شفناه برضو كمان إن مرحلة التمكين، مع ان احنا كمان لو هنتكلم عن مجلس الشباب المصري بقى على وجه التحديد هو مؤسسه زي الفكر الليبرالي، قضيه التمكين هي مش من القضايا اللي بنؤمن بيها، لاننا القضيه اللي بنؤمن بيها اكثر هي قضيه تكافؤ الفرص. ان انا محتاج ان انا يكون عندي تكافؤ فرص اكثر ما يكون عندي تمكين، محتاج اصل لمرحله التاهيل حتى يكون لدي من يتم تمكينه هو مؤهل على القدره على شغل هذه الوظيفه. عندنا غلطه كبيره حصلت في 2011، ان انت جبت مجموعه شباب من الميدان عشان اسمه شاب، عشان سنه شاب، عشان شكله شاب او بطاقته مكتوب فيها ان هو شاب. هؤلاء الشباب تم توليتهم مجموعه من مراكز صنع القرار بشكل سوري، فالتجربه اتحكم عليها بالفشل. ما ينفعش النهارده تجيب بس دكتور. افتكر وقتها وحضرتك برضو يعني قولي وجهه نظرك انه ممكن يكون ده كنوع من انواع الاحتواء، كنوع من انواع ان انا برضو بسمعك وان انت تكون موجود لان انت عندك غضب وموجود في الشارع. خلينا نكون واضحين، فكره الاتفاقات
التي يتم بها الاسترضاء دون قناعة تصل بنا إلى الفشل. لأنك مين النهاردة اللي أنت جبته يتولى مراكز صنع القرار؟ ما ينفعش تجيب طبيب حاصل على درجة الامتياز في الطب تقول له تعالى سوق قطر. يقول لك ليه النهاردة ده واخد النهاردة ده مؤهل عالي، ده دكتور، أنت عارف جايب كام في الثانوية العامة؟ ده هو ملوش علاقة النهاردة بقيادة السيارات أو القطارات. عايز تحط حد في مركز صنع قرار يجب أن يكون هذا الشخص مؤهل وقادر، وده اللي شفناه النهاردة في تعاطي الجمهورية الجديدة على مدار السنوات الماضية. ما كانش فيه مسؤول بيصل لمراكز صنع القرار إلا عبر مجموعة من البروسيس أو الإجراءات اللي بيتم اتخاذها. مش بس كده كمان، أنا عندي سي في وسابقة أعمال للشخص ده تتناسب مع المكان اللي أنا أحطه فيه، وبعد كده لازم يروح مكان تم إنشاؤه ليكون فخرا لهذه الدولة. جنبينا هنا في مدينة 3 من أكتوبر اسمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. عندي الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن أي مسؤول في الدولة يجب أن يتم دخوله هذه الأكاديمية حتى يتم تدريبه وتأهيله على أعلى مستوى من البرامج على يد أفضل المتخصصين في المجالات، أيضا حتى يحظى بمجموعة من الالتقاء بخبراء متخصصين في هذا المجال حتى ينهل من فيض معرفتهم. فبالنسبة لي الشاب اللي موجود عنده النهاردة بوينت زيادة ان هو شاب، ولكن الأهم من كلمة شاب ان هو مؤهل. نفس الكلام ينطبق على المرأة، لأن مش أي مرأة النهاردة موجودة تبقى موجودة في مراكز صنع القرار. نفس الكلام ينطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا مش عايز أوصل لمرحلة إن أنا بسد فجوات بأي شخص تنطبق عليه هذه المعايير. هل طيب ده ممكن يكون بشكل مؤقت حتى يتعود أو يعتاد المجتمع على الفكرة؟ يعني حضرتك بتتكلم على سنين طويلة من إنه أنا مش متقبل فكرة إن شاب يكون جزء من صناعة القرار. أنا مش قادر أتخيل قوي إن واحدة امرأة تكون هي المديرة. تمام. أنا مش متخيل أنها تكون كمان موجودة في البرلمان أو أنها تكون وزيرة. فأنا بحاول بس أعود المجتمع أو أن أنا أغير نمط التفكير بأنه لا هو ده الواقع، وأنه شباب جزء من هذه الصورة، المرأة جزء من هذه الصورة، لمرحلة بعد كده بأنه أبتدي أفرز بقى بالشكل اللي حضرتك بتقوله. وحضرتك يعني برضو صحح لي أو طفق قول لي معاك كلنا جزئيا، ولأن الدراما هي ناقلة نبض الشعوب. فأنا عندي فيلم عظيم جدا كان اسمه مراتي مدير عام. الفيلم ده النهاردة حتى زوجها لم يكن يتقبل وجودها النهاردة كرئيسة للمنظومة. لما شفنا النهاردة الموظفين وتعاطيهم مع هذه المديرة، مع أنها كانت مديرة كفء قادرة على الإدارة، قادرة على التعاطي والتعامل مع هذه الأمور، ولكن حتى عدم تقبل المجتمع للفكرة أثر عليها في حياتها الأسرية. اللي احنا شفناه دلوقتي الوضع اختلف كليا وجزئيا. هذه المرأة التي كانت منذ سنوات من الممكن ان زوجها لا يقبل ان تتصدر هي المشهد، اصبحت الان موجودة داخل البرلمان بنسبة تقارب 28%. طب حد هيقول ان دول ناجحين عشان خاطر عندنا كوتا؟ لا، الكوتا بتقول 25% بس. عندي كده النهاردة مجموعة من الكراسي زادت من قدرة نساء على إقناع مواطنين في دوائر فردية، وحط 20 خط تحت كلمة دوائر فردية، على انتخاب المرأة انتخاب حر مباشر من ضمن مجموعة من الرجال. يعني احنا عندنا مؤشرات بتقول انه بالفعل احنا بدأنا نتجاوز فكرة ان احنا عايزين بس نعود نفسنا على ان هو ده الوضع. عندنا النهاردة نفس القصة تنطبق على الشباب. لدي النهاردة النسبة الأكبر من الشباب داخل البرلمان المصري على مر تاريخه ليست نسبة ممكنة بالكوتا، ليست من موجودة النهاردة خاصة بالتمييز الإيجابي الذي موجود وفقا لدستور 2014 وتعديله عام 2019. ولكن عندما تم تجربة تواجد الشباب داخل برلمان 2015 وأثبتوا قدرة على أنهم مؤهلين لتولي مناصب في مراكز تشريعية هامة زي البرلمان المصري، أصبح لدي قدرة على اختيار الشاب داخل انتخابات حرة مباشرة من ضمن تنافس فردي. فده شجع الشباب أكتر أنها تخوض. عندي نماذج مضيئة داخل البرلمان المصري ومجموعة من الشباب، وخليني أركز الذين تم انتخابهم وفق الانتخاب بالنظام الفردي وليس النسبة الموجودة داخل القوائم، ان انا بدخل بدي القائمة المغلقة المطلقة بشكل واحد بدون النظر الى الاسماء الموجودة فيها. لكن دلوقتي اللي حصل من تم انتخابهم فردي ده بيؤسس النهاردة العملية مختلفة، ان هذه الدولة تعاطت بشكل مختلف مع الفئات التي
كانت تحتاج إلى الفرصة اللائقة للتعبير عن قدراتهم وامكانياتهم. نحط 20 خط تحت كلمة الفرصة اللائقة، لأن مش كل فرصة تناسب أي حد. فإحنا كنا محتاجين فرصة مناسبة متفصلة على المقاس للفئة دي عشان خاطر تقدر تبقى موجودة. نفس الكلام حصل في ملف الشباب، حصل في ملف المرأة، منتظر خلال الفترة اللي جاية يحصل في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة. وإن كلمة 5% تبقى النهاردة كلمة مش موجودة بس بموجب القانون، فأنا بأدي 5% معينين من الممكن لبعض الأحيان أن الجهات عملهم لا تتعاطى مع هذه الأشخاص وفق ما يستحقونه. طبعا تحديدا يعني من حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان على فكرة شغال على الملف ده بكل قوة. بترصدوا ده؟ احنا مش بنرصد يا فندم، احنا النهاردة احنا فاعلين في هذا الملف. نحن لسنا بمجرد كاميرا تقوم بآلية الرصد، ولكن مجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب قانون إنشائه سواء عام 2003 أو تعديله عام 2017 هي الجهة المنوط بها تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر لكافة الفئات. منوط بهذا المجلس التصدي لأي انتهاكات تواجه أي فئة داخل هذا المجتمع. هل حضراتكم بترصدوا فعلا أنه ممكن يكون حتى هذه اللحظة؟ أنا بشرف أن في المجلس القومي لحقوق الإنسان بشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي واحدة من أهم الوحدات الموجودة والتي تصدت لمجموعة من القضايا الهامة خلال السنوات الماضية. تصدينا لقضية مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظم حقوق هؤلاء الأشخاص في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة. تصدينا خلال الفترة الأخيرة وتم عقد عدد كبير من الجلسات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز ودعم مشاركتهم داخل القطاع العمل العام بشكل كامل، وأيضا كمان الحصول على فرص اقتصادية ليهم في معاملات التمكين الاقتصادي. آخر هذه الجلسات وكانت النهاردة تم عقدها مع الجهات المعنية حول سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسها هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وهو الانتخابات الرئاسية المصرية. كيف تم التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان وجود كافة المساعدات التي تضمن أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدلاء بأصواتهم بكل أريحية وبكل سهولة وبكل يسر؟ إزاي أن أنا أتأكد أن المقرات الانتخابية تبقى موجودة في الأدوار السفلى حتى لا يعاني الشخص من أصحاب الإعاقات الحركية في الوصول إلى هذه اللجان؟ توافر التصويت بالطرق المختلفة التي تتيح للأشخاص من فاقدي البصر أو من فاقدي السمع والنطق من المشاركة والإدلاء بأصواتهم بكل حرية. حضرتك بتتحدثي عن نسبة كبيرة من الشعب المصري يقترب عددها من 13 ل 16 مليون مواطن مصري يستحقوا بكل تأكيد أن يتم إشراكهم في عملية صنع القرار. اللي أنا منتظره خلال الفترة اللي جاية كمان تغير مختلف، وزي ما نجحنا في ملف الشباب، زي ما نجحنا في ملف المرأة، وإحنا بنقول دلوقتي أن الشباب والمرأة هم فرسي الرهان وقاطرة التنمية في هذا الوطن، أشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة اللي جاية سيكون لهم دور هام ومؤثر وكبير جدا في ملف الإصلاح والتنمية داخل هذا الوطن. اشتغلنا خلال الفترة الأخيرة كمان مع البنك المركزي على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي، والآن نعمل مع كافة البنوك من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لهذه الفئة، تعزيز مفاهيم الشمول المالي لهؤلاء الأفراد حتى يستطيعوا التمتع بالخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي بكل سهولة بكل أريحية. اتكلمنا مع البنوك ان يبقى فيه كمان برامج متخصصة ومنتجات مصنوعة خصيصا من اجل الاشخاص ذوي الاعاقة، محتاجين نسهل لهم الدنيا. بمعنى حضرتك النهاردة انا محتاج الاشخاص ذوي الاعاقة لما يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة، لما يحصل على معاش من الضمان الاجتماعي، هياخد المعاش ده النهاردة كاش زي ما كان بيتاخد زمان من الصراف في البريد، ولا هياخد بطاقة الكترونية هيحتاج ان هو يروح يستخدمها من الماكينات الدفع المباشر الموجودة داخل الميادين والشوارع؟ أكيد النهاردة ما ينفعش شخص يتحرك على كرسي إن أنا أعمله المكنة على ارتفاع سلم 203 وأقول له تفضل حط الكارت وتعامل. ما ينفعش كمان شخص من فاقدي نعمة البصر يبقى الماكينة قدامه غير مؤهلة لوضع سماعة تسمح له بالاستماع والتحدث مع الماكينة بشكل مباشر دون اشتراط إن هو يتعامل بالأرقام أو الشاشة الموجودة بنظام اللمس. هل بيبقى عند حضراتكم خط ساخن مثلا انه لو حد عنده شكوى زي دي بكل تأكيد يا فندم؟ طبعا احنا فاتحين جسر مباشر من التواصل مع البنك المركزي حتى هذا النوع من
الشكاوى يا فندم. احنا الشكاوى بتاعتنا كمان احنا بننزل الشكاوي من الممكن تكون كمان اقل بساطه من هذه القضيه بنتكلم فيه. احنا بنتكلم النهارده حتى كمان المجلس يتصدى للشكاوي الخاصه بالتنمر في القضايا التي من الممكن ان تتواجد في العديد من القطاعات. احنا بنحاول نحول كلمه 5% من صوره نمطيه ان هذا الشخص انا حطه بس في المكان عشان اسد بيه خانه عشان خاطر مكتب العمل ما يوقعش عليا غرامه لشخص منتج وفاعل ومؤثر في المكان. لدينا داخل وحده الاشخاص ذوي الاعاقه في المجلس القومي لحقوق الانسان مدير الوحده اللي موجود هو شخص زميل النهارده موجود على كرسي متحرك من اهم الباحثين النشطاء داخل المجلس القومي لحقوق الانسان. احنا عندنا على فكره زمايلنا كمان، يعني عندنا مثلا زميله في قناه دي ام سي مراسله شيماء زميلتنا بصبح عليها وبتنزل تعمل تقارير وهي على كرسي متحرك يا فندم وبترصد. عندنا نماذج مهمه، هؤلاء الافراد جعلوا من الاعاقه طاقه، انطلقوا بكل تاكيد من اجل ان يتحركوا حتى يثبتوا ان الاعاقه ليست سبه في جبين المعاق، ولكن هذا الشخص قادر على المشاركة بفعالية، بل من الممكن أن الدوافع الموجودة على عاتقه تدفعه للتأثير أكثر بكثير من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. ودي نقطة مهمة، ودي الإشادات كمان على فكرة اللي خدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في ملف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. عشان كده قلت لك في بداية الكلام أن الدولة لما بتتعاطى مع الأمور الطاعي أحسن بكتير ما تتعامل جملة، لأن كل فئة لديها احتياجات مختلفة، لديها أسلوب مختلف في التعاطي، لديها أيضا أمر من سابقة أساليب التعاطي التي أدت إلى عزوف هذه الفئة عن المشاركة. لا عم جبالات كنتوا خليها ليكوا، وإحنا سيبونا قاعدين في القوقعة بتاعتنا، إحنا عارفين نكيف أمورنا مع بعض. في الجمهورية الجديدة ده غير مقبول، ما عندناش حاجة اسمها حد هيقعد في جزر منعزلة. هذه الدولة لن تقوم لها قائمة إلا إذا كان هناك حالة واضحة من التشاركية، حالة واضحة من التأثير من مختلف الفئات، حتى يكون لدينا مواطن فاعل. المواطنة الفاعلة هي السبيل الوحيد لعملية الإصلاح والتنمية وإشراك كافة الفئات في دولة تعمل على تعزيز الحق في المشاركة. هذه النقطة المهمة اللي احنا محتاجين نأكد عليها. ازاي الأحزاب السياسية ممكن تستفيد ما بعد الانتخابات من الحالة اللي احنا شفناها في هذه الفترة؟ يعني اعتقد اكيد ان الانتخابات الرئاسية والمنافسة في هذه الانتخابات ووجود الأحزاب في الشارع في الفترة اللي فاتت ممكن يكون شجعها. انت بتتكلم عن اكثر الفئات فوزا وجنيا للمكاسب والفوائد من الانتخابات الرئاسية مصر 2024. احنا طمنا الناس ان مش شرط انك تبقى موجود في احزاب الموالاه عشان خاطر حد يسمعك او حد يشوفك. شفنا في اماكن كتير لافتات للمرشح الرئاسي فريد زهران اكبر مثلا من اللافتات الموجوده للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي في اماكن معينه. احنا الفكره كلها كمان شفنا شعارات لاحزاب ما يعني محسوبه من ضمن احزاب المعارضه زي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل موجوده في المحافظات لم تكن ليطأوها لولا وجود هذه الانتخابات الرئاسية وتعزيز ثقة المواطن أن الدولة تدعم الممارسة الحزبية السليمة وتدعم العمل السياسي تحت مظلة الأحزاب. الأحزاب هي مدرسة العمل السياسي في هذه الدولة، ومن أراد أن يمارس عمل سياسي يجب عليه الانخراط في عضوية أحد الأحزاب. عيب قوي في دولة بحجم الدولة المصرية فيها 105 مليون مواطن، فيها 105 حزب سياسي، ان يكون عدد اعضاء الاحزاب الفاعلين ليس على القدر اللائق بدوله اسمها مصر.